وينضم إلينا السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية المصري الأسبق. سعادة السفير، يعني هناك إدانات كثيرة لما يحدث في السودان، ولعلنا تابعنا الآن حتى يعني كلمة رئيس الوزراء الفلسطيني، رغم أنه كان يوم الأسير الفلسطيني، لأنه أيضا أعرب عن قلقه واستنكاره لما يحدث. إذا هذا يأخذنا إلى دور المجتمع الدولي في تصفية الأجواء ومحاولة يعني حل هذه الأزمة. وطبعا دور المجتمع الدولي مطلوب، وما يؤكده هذا ما تقرر في إطار اجتماع مندوبين الدائمين للدول العربية، أعضاء جامعة الدول العربية في القاهرة مؤخرا. وبالتالي الدور مطلوب، ولكن يعني كثرة التدخلات ما في شك انها ساهمت في تعقيد المشهد على امتداد فترة طويلة من الزمن. هذا المشهد اللي له خلفيات ما في شك انها تسببت في ما وصلنا اليه من وضع مزري الحقيقة، وضع مأساوي. انما يجب التركيز خلال الفترة اللي جاية على العودة إلى الحوار مرة أخرى. وهل هذا ممكن سعادة السفير، يعني العودة إلى الحوار في ظل هذا التصعيد؟ يعني إذا كان ممكنا في الأساس العودة إلى الحوار، فلماذا إذن لجأت الأطراف إلى هذا التصعيد العسكري؟ لا، أنا اللي عايز أقوله إنه يعني الحوار والخلفيات الخاصة بالوضع الراهن في شك انها بتتحمل مسؤوليه ما قالت اليه الامور. وبالتالي في شك انه هناك احتياج لمعالجه ما اعترى هذا الحوار وهذه المفاوضات من عيوب ادت الى هذا الوضع. طبعا انا بتكلم على المفاوضات على اساس انه في نهاية المقام لازم العودة إلى المفاوضات تاني، لازم العودة إلى الحوار تاني. يعني الأطراف السودانية يجب أنها تتفق على أجندة معينة لكيفية إصلاح الأمور. يعني مش هنستمر في هذه المواجهات العسكرية وهذا الخلل الأمني والافتخار للاستقرار المطلوب لأي حوار أو أي مباحثات او مفاوضات بين الاطراف المتنازعه. انما ما فيش شك انه هذه الهدنه اللي تم الاعلان عنها قد تعطي فسحه من الوقت في سبيل محاوله التوصل لاطروحه للخروج من هذا المازق الراهن، والا حتستمر هذه المواجهات العسكرية خلال الفترة اللي جاية، وهو ما لا نتمناه. بالتأكيد كلنا لا نتمنى ذلك، ونتمنى أن تكون هذه الهدنة باب للتفاوض بين الجانبين وإنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن. السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية المصري الأسبق، شكرا جزيلا لك.